في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالنسبة لبعض التمرينات، بعض التمرينات قد تكون مأخوذة من أكثر من باب، أو قد تكون حتى في أبواب متقدم، يعني مسألة من باب متقدم، لكن أهم شيء رأس التمرين كيف نطبقه على بعض المسائل التي معنا. أول تمرين سنأخذه الترجيح بموافقة الأصول. تلحظون عندما تقرؤون في بعض كلام المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام مثلا أو ابن القيم أو غيرهما من المحققين، تجدون أن عندما يأتي في الترجيح، وترجيحهم قد يطول في مناقشة المسائل والترجيح إلى صفحات، تجدون أنهم يستندون في بعض المواضع إلى أن هذا القول الذي يرجحونه قول موافق للأصول، قول موافق للأصول، وقد أيضا يعني قد المسألة ترتقي إلى مثلا تضعيف بعض الأحاديث لمخالفته للأصول، خاصة إذا كان راويه من الرجال الذين لا يحتمل تفردهم بأصل من الأصول، لا يحتمل تفردهم بأصل من الأصول، فيناقشون مثلا بعض مثلا في الترجيح يقولون هذا القول هو الموافق للأصول. طبعا هل هذا سيأتي في مسألة مثلا حديث في الصحيحين نص في مسألة، ثم يأتي بعض أهل العلم يقول لك لا هذا أتركه لأنه لا يوافق الأصول؟ لا، ستجد أن هذا الحديث قطعا هو أصل بذاته أو موافق للأصول، لكن ستجد أنه في بعض المسائل التي ليس فيها دليل نصي قاطع في المسألة، ستجد أن بعض أهل العلم يميل إلى قول من الأقوال يقول لأن هذا هو الموافق للأصول. الترجيح بموافقة الأصول، هذه عندكم مسائل، رجعنا يمكن بابين أو ثلاثة. مسألة الخرق الصغير في الخف، الخرق يعني إذا كان في الخف شق صغير، ما الراجح؟ هل يمسح عليه أو لا يمسح؟ أنا أدري أن بعض المسائل، وهذه في التمرينات اللي ستأتينا عشان يكون يعني يكون ديدا لنا، المسألة لها مرجحات أخرى أو لها متعلقات أخرى، دعوا تلك المتعلقات والمرجحات جانبا مؤقتا، لكن نركز الآن على قضية معينة حتى نستطيع ننمي الملكة الفقهية الجزئية هنا، مثل ملكة الترجيح بموافقة الأصول. خذوا مثل هذه المسألة الأولى، الشق الصغير في الخف، والمسألة الثانية أيضا إن كانك، أو مثال ثاني إن كانك تستطيع أن تستخرج أيضا مسائل عندنا أيضا في باب عموما في مسائل الحوائل ونواقض الوضوء، هل يمكن أن تأتي لك لمسائل إضافية ترجح بها بموافقة الأصول؟ أعطيكم أيضا مسألة ثالثة، مسألة يعني في نواقض الوضوء أيضا، مسألة مس الذكر ومس المرأة، هل ينقض أو لا ينقض؟ هل يمكن أيضا أن ترجح قولا من الأقوال بموافقة الأصول؟ نأخذ المسألة الأولى، تفضل يا شيخ. لأنها رخصة، الأنسب للرخصة أن تكون قليلة الشروط يعني يتسامح فيها. جيد، في أيضا أصل من الأصول يمكن أن تلحق به؟ لا،
المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. كلما كانت الأصول جزئية يعني قريبة كلما كانت أدق في الترجيح. يعني إذا استدليت بالمشقة تجلب التيسير قاعدة كبيرة مثلا يعني الرجوع لها رجوع صحيح، لكن لو أخذت مثلا جزئية من جزئياتها ورأيت أن الفرع ينطبق على هذه الجزئية فسيكون أدق في الترجيح. وكلما كان يعني لأنك لو انطبق الفرع على القاعدة الجزئية قطعا سينطبق قاعدة الكبرى، وإن لم ينطبق فعندك خلل إما في القاعدة الجزئية وإلا في القاعدة عفوا إما في القاعدة الجزئية وإما في الإلحاق نفسه إلحاقك للفرع. هل يمكن أن تجدوا مثلا بعض المسائل أيضا في الطهارة ممكن أن تلحقوا بها الجواز؟ عفوا اليسير يعني ممكن في اليسير لو وجد نعم مثلا الشارع تجاوز عن الدم اليسير أو يسير النجاسة في حالات يزالون عليك الحنابل يا شيخ مع إمكان إزالته، ما رأيهم؟ لا مع إمكان الآن يمكنك رتق الخرق اليسير، فأحيانا يسحبونكم لأصولهم فيقول كما لا يعفى عن، يمكن ترجع وتستدل ببعض الفروع تقول كما يعفى لا يعفى عن مثلا قدر الدرهم ونحوه مع إمكان إزالته فلا يعفى عن الخرق اليسير في المسح. ما رأيكم؟ طيب الحاقة مثلا بيسير النجاسة والعفو عنها صحيح؟ صحيح أكيد ستكون صحيح، لكن زملائك يوافقون أي مشايخ توافقونه؟ أي يسير الدم ليس هو قياس الآن، لا تقيس قياس اللي يسمونه قياس العلة الحاق فرع بأصل، وإنما تتلمس الأصول تتلمس المسائل تتلمس يعني مسائل عدة حتى تصل إلى فرع أو عفوا تصل إلى تقعيد في باب الطهارة مثلا فتأخذ به. يسير النجاسة في الاستجمار معفو عن نعم هذا 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 أصل استند عليه بعض من أجاز فقال عهد من الشارع التجاوز عن اليسير في إيش في مواضع عدة، يسير الفضة يسير الاستجمار الحرير. طبعا تلحظون إيش الفرق بين هذه أن تحاول أن تلحقها بالأصول وبين قياس العلة؟ لكن قياس العلة عندي مثلا بر وعندي أرز فرع بفرع فتلحق مباشرة. طيب لعل يتضح أكثر مثلا بمس الذكر، ها مشايخ اللي عندكم بمس الذكر أو مس المرأة، ها يا شيخ وش رأيتم في مس الذكر؟ مس الذكر ومس المرأة بناء على الأصل براءة، الأصل براءة، الأصل عدم النقض، الأصل عدم النقض، يقال في الأولى والثانية عدم النقض، يقال في الأولى الأصل اعتمادا على. طيب جيد يا شيخ، ها أيضا في أصول أخرى وذلك قد يقارب لهم العموم بالوقت في حال عدم وجود يعني الشهوة من خلال الأمر لا يعتبر ناقض من الوقت. جيد، يعني مثل شيخ الإسلام في استدلاله يعني يقول لم يذكر عن الصحابة القول بالنقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، يعني غير مس المرأة بشهوة مع عموم البلوى بها ونحو ذلك، فالشخص يمس زوجته وأمه وأخته وبنته يعني مسألة عمت بها البلوى، مع ذلك لم ينقل عن أحد منهم. طيب
هل أيضا هناك أصول؟ في شيخ القائلين بالنقد ولا أدري هل يعني تنطبق الحقوق بجانب سد الذرائع، بما أن اللمس ذريعة لخروج شيء من الإنسان إما مني أو مذي، فقد تسد الذرائع. طيب امسك لي هذا الفرع والطريقة هذه وسنأتي للتمرين اللي أخذناه في آخر الدرس إن كانكم تذكرون، وقل ما أكملنا قلنا لعل إن شاء الله نبدأ به في الدرس أول درس بعد الإجازة وسنناقش هذه القضية. سم الأصل طهارة طيب يعني لم يعهد من الشارع أن ينقض الوضوء بمس شيء معين ما لم يترتب على ذلك إنزال مثلا، أو قد يترتب عليه شهوة إلى آخر، لكن مجرد المس لم يعهد من الشارع النقض به مجرد المس. طيب فما تقول بالوضوء، ما تقول بالوضوء من النوم؟ لا دخل ولا خرج، مظنة الحدث سيأتي إن شاء الله. جيد، ستلحظون أيضا في الترجيح بموافقة الأصول أن في أحيان في بعض الأصول تقطع بها وتستطيع أن تقول أن الراجح كذا لوضوح المسألة وأن هذا القول هو الذي يوافق الأصول، وفي بعض المسائل لا تجد أنك تتلمس الطريق. وضحت الفكرة ولا ما وضحت؟ على أي حال مثل التمرينات هذه لعلها تتكرر مرارا، لأن ليس مثال نأخذه فيضبط، إنما هي ملكة تكون معنا في كل الأبواب. طيب لننتقل للتمرين الذي بعده. عفوا، هل عندكم مسائل في باب المسعى الخفين أو باب نواقض الوضوء رجحتم بها بموافقة الأصول أو ما وجدتم شيئا؟ سمش لحم الإبل طيب، يقول الحديث ورد فيه نصا مس الذكر، ورد ما ينقضه أو يعني عفوا ما يعارضه. أي عفوا ما فهمت أنا إلا أي يعني أنت ترجح عدم الوضوء مثلا؟ إيه طيب وش كيف ترجح بالأصول؟ إيه لا هذه لا يأتينا في عموم البلوى، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في حديثين وبعضها في مشهد سئل فأجاب في مشهد، فيقول هذا عم به البلوى فجاء به حديثان يعني يرد ذلك يقول. أي نعم، خاصة أن أحدهما في مسلم يعني. الصحيح أن جنس الأوامر أولى من جنس النواهي، هذه تكلم عنها شيخ الإسلام وابن القيم أيضا، ويقول أن جنس مو بمسألة جنس ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. وتعرفون مثلا لماذا كان مثلا يعني عقوبة إبليس أعظم من عقوبة آدم؟ طبعا للعلماء يعني كل واحد يأتي بتعليل، لكن مما عللوا قالوا أن إبليس ترك مأمورا وآدم فعل محظورا، هذه طبعا من التعليلات فعل محض. طيب على أي حال إذن سيناقضك ويقول لا موافقة الأصول العكس. طيب إناطة الحكم بالمظنة، هذا أخذنا بعضا منه في آخر درس، وهذه حقيقة في خاصة في كتاب الطهارة ستلحظون يعني خاصة في المطولات يرجحون أحيانا أو يعللون ويدللون بأن هذا مظنة كذا.
متى يناط الحكم بالمظنة ومتى يناط بالحقيقة؟ يعني على يعني نأخذ مثال لم ينط الحكم فيه بالمظنة. الآن في خروج الريح، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء صح؟ الآن الحكم في خروج الريح أنيط بالمظنة مثلا بالظن، ولا أريد ولا أنيط بإيش؟ بالحقيقة واليقين، بالحقيقة. طيب في بعض المسائل يناط يكون الشيء هذا مظنة لخروج مثلا شيء أو لوقوع شيء معين، فيناط الحكم بالمظنة لا بالخروج، وسيتضح بالأمثلة معنا. يقولون هم الآن عندهم القاعدة ما أناط الشارع الحكم فيه بالمظنة لا بالحقيقة فإنه لا ينظر إلى وجود الشيء، وجد أو عدم. يعني على سبيل المثال يقولون مثلا يعللون بالنوم، يقولون النوم مظنة خروج الحدث، لكن في النوم هل علق الشارع الحكم بخروج الحدث ولا بالنوم؟ بالنوم. يقولون ما أنيط بالمظنة فإنه لا يلتفت إلى وجود الشيء أو عدم. يعني لو قال افترضنا أن شخصا جعل شخصا عنده يتأكد مثلا هل خرج منه شيء أو لا، هل نقول هذا أصلا مقبول من الأساس؟ لا، يقول لأن الشارع علق الحكمة بالمظنة لا بالحقيقة هنا. طيب وعندي أمثلة يتضح بها أيضا الأمثلة. خذوا هذه المسائل، نقض الوضوء بالنوم أخذتها عنكم، مس الذكر، مس المرأة، هذه نوزعها، مس الذكر تأخذون على مسألة مسألة، مسألة الذكر ومس المرأة، الوضوء من غسل الميت، إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، الولادة تقام مقام النفاس لأنها نقط. عاد استخرجوا ليش نبدأ بمس الذكر، لكن قبل أن نبدأ به، قبل أن نبدأ به، أما تلحظون أن هناك نقصا المفروض أن يعني يجبر قبل أن يبدأ بالتمريم؟ أتلحظون الضابط يعني البوصلة اللي معكم ما هي يعني ما هي مضبوطة مرة؟ في شيء ناقص؟ ها؟ وهذه يعني أعطيك عموما كثير من الضوابط التي تطرح تحتاج إلى ضوابط، فالضوابط تحتاج إلى ضوابط. ما طرأ عليكم سؤال المفترض أن يجاب عليه قبل أن يبدأ؟ ها تقولون يا رجال احنا انت معطينا تمرين انت تسأل سؤال آخر. ها أنا أدري السؤال قد يكون واضح، بس ليش تلعب علينا؟ تعطينا التمرين وتسأل عن شيء آخر. طب كان سألتنا عن السؤال هذا قبل أن نبدأ. لا، حتى تلحظ أنه أحيانا حتى الضوابط التي معك وإن كان يطرقها الفقهاء على عواهنها مثلا إلا أنها لا تكفي لأنها غير دقيقة. وهذه غالبا غالب هذه الضوابط تجدها في بعض كتب الشروحات، وتجدها في بعض، لأن الفقهاء حتى وإن كانوا فقهاء لكن كثير منهم أو بعضهم خلنا نقول يعني بعضهم يعني ليس عنده المكنة في يعني التمكن من التحقيق مثل غيره، فيأخذ الضوابط ناقصة أحيانا ويعلل بها مجرد انتصارا للمذهب، وقد يكون تعليله بالضابط أو استدلاله في الضابط في هذا الموضع غير دقيق، لكنه ضابط غير ضابط، ضابطه غير ضابط، فيستطيع أن يضعه حيث شاء ويغفل عنه حيث شاء. طيب الآن في هذا الضابط هل يمكن سؤال قبل أن نبدأ يضبط هذا الضابط؟ يعني الإجابة على هذا السؤال يضبط هذا الضابط؟ أنا ضربت لكم جي مظنة معروف، أن تظن أن شيء وقع، ضربت لكم مثالين
صح ولا لا؟ في مثال علق الشارع الحكمة بالحقيقة، وفي المثال الثاني طيب وش السؤال المفترض أن يطرح؟ تفضل يا شيخ. إيه؟ نعم، متى يعلق الشارع الحكم بالمظنة؟ طيب هذا السؤال الذي يطرح، لأن تلحظون أن الأصل أن يعلق الشارع مثلا في كثير من الأشياء قد يعلق خاصة في مسائل الطلاق على وجود الشيء، وقد يعلق أحيانا على مثلا غلبة الظن، هذا شيء آخر، لكن متى يعلق الشارع الحكم بالمظنة؟ هذا السؤال يحتاج طرح ولا ما يحتاج؟ طيب سأؤجل جوابه حتى ننتهي من الأمثلة، حاولوا أنتم تستخرجون الجواب، متى يعلق الشارع؟ طيب في مس الذكر، ايه ليش؟ لانه مظنت الشهوه. طيب وهل تسلم بهذا الفرع؟ يعتمد على ترجيح الشخص، اما اذا مثلا قال يرجح انه لا بس الذكر لا يعتمد على الحقيقه واليقين. طيب وانت ايش رايك، الشارع علق هنا بالمظنه ولا بالحقيقه؟ طيب لماذا لا يقول أنه حتى لو لم يثبت هذا الحديث أو لنرجح بين الأمرين، أن يقول لك، لأنه ترى مو دائما يجيب لك الفرع كذا نصا، يأتي في السياق، قد يقول لك أني سأرجح النقض على عدم النقض لأن المس مظنة الخروج والشارع علق الحكم بالمظنة، وانتهينا. إذا نحتاج جواب السؤال أيضا، متى يعلق الشارع الحكم؟ طيب بالمظنة. في جواب مشايخ أو ننتقل للمسألة اللي بعدها؟ إحنا لا نعلم في مسألة ذكر، ما نعلم إذا الشارع علق بالمظنة أو لا. وهذا السؤال، متى يعلق الشارع الحكم بالمظنة؟ متى يعلق الشارع أو متى يعني متى نرجع للظن ومتى نرجع لليقين؟ المسألة الثالثة، مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ سمي شيخ. إذن إذا قلنا أنه لا ينقض، نقول أصلا خروج المذي لابد من تحققه، ومن يقول ينقض مثلا بشهوة، أنه يقول مس بشهوة مظنة خروج المذي، وما دام مظنته فيعلق الحكم بالمظنة لا بالحقيقة. وهذا قد يرد به صاحب القول الثاني الذي يقول بالنقض بالشهوة، يقول أنه مظنة، ويرد على صاحب القول مثلا من قال بالنقض مطلقا، يقول مجرد المس لا يثير شهوة إذا كان خاصة يعني مع المحرم أو غيره. طيب أيضا يظل، شوفوا السؤال ترى حتى عندكم ما أجيب، وسؤالكم حتى الآن ما اتضح بالضبط أين نذهب. اصبر معي شوي شيخ. أيضا يعني هذا إذا وصلنا للضابط الضابط، ستلحظون أن الأجوبة ستأتي سريعا تباعا. طيب عندك ضابط وضوح للضابط؟ أعطني. جيد. الآن مثلا الشيخ يحاول الآن يأتي بضابط للضابط، يقول إذا تعذر الوصول للحقيقة نقول بالمظنة وإلا فلا. لا تنساقون إلى قول، انتبهوا بس، حاكموا هذا الضابط، هل هو دقيق أو لا؟ إذا تعذر الوصول إلى الحقيقة فنصير إلى المظنة. طيب بالنسبة لذلك مس المرأة، على قول الشافعية احنا قلنا أنه معلق الشارع المظلوم، الآية أنه علق الحكم على المظنة ولمس المرأة. ممتاز. استدلوا بالآية ولمس النساء. ممتاز. وهم يقولون أن الشارع هنا يعني قيد الحكم. أي نعم. يقول هذا الآية مخالف احنا في، وتقول مجرد المس. على قول الشافعية مجرد المس، يعني خلنا ناخذ درجات، المس مظنة الشهوة، والشهوة مظنة خروج المذي. طيب ما محاولة جيدة. ناخذ المثال، في أحد عند؟ طيب المثال الرابع، الوضوء من غسل الميت. هو مظنة الكروحة مس عورة الميت، مس عورة الميت، تغسيل الميت مظنة لي
أي أي ومس مثلا ذكر حتى سواء كان ذكر الشخص أو غيره أو حتى لو لم يكن ذكرا له فإنه أيضا ينقض عندهم. وعلى ذلك فقالوا لا 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 لحظة 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 الآن هل هم يقولون إن المغسل مغسل الميت إذا مس فرج الميت فإنه ينتقض وضوءه؟ هنا علقوا بالحقيقة ولا بالمظنة؟ بالحقيقة. لا هم يقولون غسل الميت ينقض الوضوء لأن غسله مظنة لي مس مظنة لي مس العورة مس الفرج ولا مجرد العورة لا ينقض مس فرجه. واضحة؟ أقوى. طيب جيد. ها سم عندكم مسألة يا شيخ؟ وش المسألة اللي معكم اللي بعدها؟ إجاب إجاب ال 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 أي نعم. اللهم صل وسلم. سلمان اترك المرجحات الأخرى وركز لي على التطبيق على المسألة هذه. كيف يستدلون بأن الغسل على على من أسلم حديثا واجب لأنه مظنة؟ مظنة لإيش؟ اترك النظر يا شيخ. الآن كيف استدلوا به قبل؟ طيب في أحد عندها؟ تفضل يا شيخ. نعم من أسلم حديثا فإنه مظنة نعم أن عليه جنابة لم يغتسل منها لا هناك من يقول إذا كان عليه جنابة فإنه يغتسل. يعني قد يأتي قول ثالث يقول إن كان عليه جنابة وجب عليه الغسل وإن لم يكن عليه جنابة فإنه لا يجب عليه الغسل. هؤلاء علقوا بالمظنة ولا بالحقيقة؟ حقيقة. لا ليس هذا هو. أي نعم. لماذا قال قالوا إذا قال من يقول أنه يجب عليه الغسل كيف يأخذ بهذا الضابط؟ نعم لأن من أسلم حديثا فإنه مظنة الجنابة فيوجب عليه الغسل. طب تقول له طيب الرجال قد يكون متأكد أنه أي نعم قد تقول أن الرجل متأكد أنه قد اغتسل قبل ساعة أو ساعتين. نقول لا يقول هو لا الشارع علق الحكمة بالمظنة لا بالحقيقة. طيب تفضل يا شيخ. لا تترك المرجحات الأخرى حين نركز فقط على الآن تطبيق هذا التمرين. وفي كل التمرينات القادمة إن شاء الله سنركز ليس الترجيح يعني المسألة قد يرجح فيها بسبع ست مرجحات أخرى لكن في التمرين نركز على فقط محاولة تطبيق الضابط أو تطبيق التمرين. تفضل يا شيخ عندكم مثال إيش؟ مناقشة الضابط جيد. إذا كان غالبا هذا ضابط. الآن معنا تقييدين للضابط. أن التقييد الأول التعذر الوصول إلى الحقيقة والتقييد الآخر إذا كان غالبا. سم تفضل يا شيخ. لا الولادة تقوم مقام النفاس. طيب أحد عنده في المسألة هذه شيء؟ الولادة مظنة خروج الدم فحتى لو ولدت المرأة ولادة عارية عن الدم فإنه يجب عليها الغسل من النفاس لأن الولادة مظنة ويعلق الحكم مظنة لخروج الدم فيعلق الحكم بها. واضح كيف استدلوا؟ طيب نأتي للضابط. شوفوا كلام شيخ الإسلام ضابط الضابط عندما ناقش شيخ الإسلام بعض الفقهاء في استدلالهم يعني في أخذهم بهذا الضابط في مسائل عديدة ومنها مس الذكر ومس المرأة قال المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا. يعني ما شاء الله القيدين ها القيدان موفقان. يعني يقول شيخ الإسلام إذا كانت المظنة خفية لا يمكن يعني غير واضحة دوما فإن الحقيقة ممكن أن يعلق بها
أو الحكمة أو العلة، فإنه ممكن أن يعلق بها. وأيضا إذا كان ذلك يفضي إلى هذه العلة أو الحكمة أو الحقيقة غالبا. أما إذا كان يفضي نادرا فإن الشارع لا يعلق الحكم على مظنة. يلا بسم الله، ارجعوا لأمثلتكم بسرعة وناقشوها بناء على التقييد اللي وضع شيخ الإسلام. وأنتم يا جماعة عندكم ترى الولادة العرية عن الدم اللي هي الولادة تقام مقام النفاس لأنها. طيب نرجع للأمثلة السابقة. طيب نأخذ نقض الوضوء بالنوم، نقض الوضوء بالنوم. اي لا هذا ناقشوني انا في هذه المساله، نقض الوضوء بالنوم هذا مثالي وناقشوني فيه. نقض الوضوء بالنوم العله مثل خروج او خروج يعني الحكمه من ذلك انه قد يخرج مثلا منه ريح اثناء نومه ولا يشعر بذلك. طيب هل هذه ظاهره ولا خفيه؟ هذه النتيجة، نقض الوضوء، خروج الريح يؤدي مباشرة لنقض الوضوء، صح ولا؟ هذه نتيجته نقض الوضوء. طيب النوم هل هو مظنة لخروج الريح؟ مظنة لخروج الريح. طيب المظنة هذه خروج الريح أثناء النوم هل هي ظاهرة ولا خفية؟ يعني قد تخفى علينا مثلا، يصعب وقد تخفى على شيء. طيب يقولون هنا إذا نقيم إيش؟ طيب خلاص وننتقل مباشرة إلى النتيجة، نقض الوضوء من غير أن ننظر هل وجدت الحكمة العلة الحقيقة، لا ننظر هل خرج الريح أو لم يخرج، لكن إيش الشيخ الإسلام جعل لها قيدين. القيد الأول أن يكون ذلك خفيا. طيب الشيء الآخر أن يكون غالبا، غالبا أيضا قد يخرج من الميت كثيرا الريح ولا يشعر بذلك. فهنا مثلا الضابط أو المثال الأول صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب أمثلتكم أيضا مس الذكر، إيش رأيكم؟ خروج المني ليس بخفي. أي نعم. الآن السؤال وهذا مما ناقش، هو مظنة لخروج إيش؟ هل هو المذي أو المني؟ طيب أخذها شيخ الإسلام واحدة واحدة، هل مجرد المس للذكر مظنة لخروج المني؟ لا، لأنه لا يحدث ذلك غالب إلا بإيش؟ بالاستمناء. طيب هل هو مجرد المس مظنة المجرد من الشهوة للمذي أيضا المجرد من الشهوة؟ ليس مظنة المجرد. يقول بل يعني تعالوا نحكمكم على أصولكم، هل لو نظر شخص نظرة محرمة بشهوة ينقض وضوءه؟ ها أيهما أكثر مظنة لخروج المذي، النظرة المحرمة أما المس المجرد من الشهوة؟ النظر مع الشهوة. يقول الأولى بكم إن كانكم ستنقضون إيش؟ أن تقولوا بالوضوء من مجرد النظر بشهوة، القول بذلك أولى من القول بالوضوء من مجرد المس إن كانكم سترجعون إلى هذه القاعدة المظنة. واضحة؟ هم الآن اتفقنا أن لا يمكن ترجح بالنص مطلقا، احنا نتكلم على ذلك. لاحظ يا شيخ معي أن دوما عندما نتكلم على بعض التمريرات نبغى بس الجزئية هذه نناقش فيها، قد تأتي جزئيات أخرى ترجيحات أخرى نتركها المسائل الأخرى. لكن الآن من الخطأ مثلا نقول أن مس الذكر مظنة لخروج سواء قلنا المذي والمذي كلها ما يصلح. طيب لو عدلناها وقلنا مس الذكر بشهوة، انتبهوا ركزوا، قد يكون نعم غالبا المس بشهوة يكون غالبا يخرج به
المذي. طيب هل هو خفي؟ ليست خفية. إذن إذا كانت خفية تقول خفية، قد تختلفون يعني لا يشعر بها غالبا، ها؟ أنه خرج منه مذي، كما أن النائم لا يشعر أنه خرج منه ريح. إذن لا يمكن إرجاع إلى هذا الضابط. ها؟ الحقيقة مثل هذا المثال يسوغ فيه الأخذ والرد، لأنه قد يقول لأحد لا، أحيانا المذي لا يشعر به الشخص إلا بعد فترة، والآخر يقول لا سيشعر بالمذي، فهنا مظنة. لكن سيأتيك واحد يقول أبدا سيشعر به قطعا فينفي، فيكون فعلا أخذ يعني أحيانا تحتاج إلى إيش نسميه مثلا اختصار الأقوال والترشيح، عشان تريد أن تصل إلى الراجح، وتريد أن تحذف بعض الأقوال حتى تركز على مثلا قولين من الأقوال، فتجد أن مثلا القول بمس القول بنقض الوضوء مطلقا أبعد عن هذا الأصل، بعيد جدا لا يمكن تطبيقه. أما القول بشهوة يمكن، وإن كان الأقرب عدم النقض مطلقا حتى بشهوة حتى يتيقن الخروج. عرفنا أن هناك واحد يعني قول الأوجه وقول له وجه وقول بعيد. طيب المسألة الثالثة، مس المرأة. أنا أعرف أن بعضكم طيب يرجع لي يقول طيب شو الراجح بهذه؟ جماعة إحنا الآن همنا الراجح في المسألة ولا همنا إيش؟ ضبط الضابط وتطبيقه والتمرين عليه. مس المرأة، ها من اللي عندهم مسات؟ ها عندكم مس المرأة؟ تفضل يا شيخ. ليس خفيا. نأتي قضية أنه هل المذي خفي أو الغير خفي. طيب ليس غالب مس المرأة، ما قلنا الآن بشهوة، أي مس المرأة المجرد ها من غير شهوة ليس غالبا خروج المذي منه، جيد، فسقط. إذا يبقى نفس مس الذكر، قد تأتيني وتقول إذا كان بشهوة هل نقول هذا هل هذا أول شيء خفي أو غير خفي، هل هو غالب أو غير غالب؟ مع أنه قد يختلف مس المرأة، قد يغلب إذا مسها بشهوة الخروج، يعني أوضح من مسألة الذكر. جيد. وقد تفرقون بين المرأة والرجل؟ المذهب في فرق بين مس المرأة للرجل بشهوة ومس الرجل للمرأة بشهوة؟ المذهب لا فرق. إن مست المرأة الرجل بشهوة انتقض وضوءها، وإن مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه. هل هو المذهب يعني؟ ما في تفريق. فهل الآن ممكن تقولون قول أنه المرأة لا لأنه مثلا غير مظنة، أو الرجل لا غير مظنة؟ هل يمكن مثلا تفرقون بين الرجل والمرأة بناء على هذا الضابط أو لا، أو ما تدرون أصلا؟ طيب خلوا المسألة. طيب الوضوء من غسل الميت، ها وش رايكم؟ شيخ هو نفس الشيء، يعني قد يكون غالبا وقد يكون حقيقة. اي لان الميت احيانا يكون غسله اثنين، واحد معاون وشخص هو الذي باشر غسله، فيكون هذا حقيقه انه سيمس الرجل هذا. لا لا يمس، الاصل انهم هم يقولون ان لابد ان يجعل حائلا. نعم سيجعل حائلا، هذا الاصل. وسيلاقي نجاسه سائلا، ان مس النجاسه لا ينقض الوضوء، يوجب غسل النجاسة لكنه غير ناقض للوضوء. مس النجاسة لكن مس الفرج، يعني باختصار هل هذا مس الفرج غالب ولا نادر؟ نادر. وهل هو خفي أو ظاهر؟ ظاهر. إذن يصح التعليل؟ طيب إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهي جنابة ما اغتسل منها. أي نعم. إذن نقول نجعل قولا ثانيا ونقول إن كان عليه جنابة فليغتسل، وإن لم يكن لا يغتسل. جيد. وهذا
القول، وعلى هذا القول لا نعمل بهذا الضابط في هذه المسألة، لأنه يقول الوصول إليه واضح وظاهر. أين؟ طيب ممكن، لكن قد يقول القائل لا، أن الذي أسلم لكن لم يكن يبالي بالجنابات، بالجنابة التي تقع عليه. ترى مو بنزل الناس الآن يغتسلون مثلا يوم ورا يوم ولا كذا، أحيانا بالأسبوع أحيانا طيب يمكن سوى شيء بعده ما يدري هو. ما يدري هو آخر، هو لم يكن يبالي هو، ولم يكن حريصا أصلا على الاغتسال. نعم، ولم يكن يبالي هل غسله كان شرعيا أو لا. ها ما قالوا ما مش دراني، يعني أنت مثلا حنبلي وقلت له هل تمضمضت؟ ما أدري. أنا أريدك، طبعا أنا الآن لا أرجح بقدر ما أثير الأسئلة. الآن تخيل، يعني الحمد لله من الله عليك بالإسلام، لكن تخيل وضع أنك أنت لم تكن تبالي في الغسل، أهم شيء أنك تدخل يعني في المغتسل وانتهينا، وسألتك بعد 4 أيام هل تمضمضت واستنشقت في غسلك؟ لو أسألك بعد ربع ساعة ما عرفت، صح؟ أي، فحتى لو بينت له حتى شلون؟ لا لا، المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل، لأن من ظاهر البدن على المذهب. ها؟ إذن يعني القول به على أنه مظنة يعني له قوة، وهي خفية له قوة بعيدة عن هل نرجح بهذه المسألة أو لا نرجح. قد يأتي هذا قيد قوي ولا ضعيف، هذا الضابط فيه قوة، لكن قد عشان تعرفون أنه أحيانا قد يعني ترجح بضابط وقاعدة أقوى. يقول أن الناس كانوا يسلمون زرافات ولم يكن، يعني قد يكون عندك لا قول آخر، يقول لك قد أسلم لك نعم ذلك، لكن عندي شيء أقوى من فيستدل، لكن لا أريد أن أخوض في هذه المسألة. طيب المسألة السادسة، الولادة تقام مقام النفاس نفسها، ايش رأيكم؟ النفاس، فنقول أن الموجب للغسل الولادة، يجب عليها الغسل إذا انقطع الدم. طب لو ولدت المرأة بدون دم، نقول أنه يجب عليها الغسل لأن الولادة مظنة لخروج دم النفاس فيحلق. ايش رأيكم؟ هل هو خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، خروج الدم ظاهر. وهل هو غالب ولا نادر؟ لا أقصد الآن هل هو كثير أنه واحدة يعني تلد بلا دم؟ نعم جيد. طيب هذا كلام شيخ الإسلام أخذناه، والآن معنا المقارنة بين كشاف القناع والمبدع في مسألة مس الذكر. طيب من يقارن بين الكشاف والمبدع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المبدع في زيادات عن الكشاف في نقلات شيخ الإسلام، المبدع كذلك في زيادة إضافة في التعليلات. إذن يقول بس تبعوا مع الشيخ عشان نشوف هل هذه مسلمة ولا. المبدع في ذكر آراء شيخ الإسلام، والأمر الثاني في إضافة في التعليلات. إضافة في التعليلات، نعم. فقط في التعليلات أو حتى في الاستدلالات أدلة، وفي بالأدلة وفي الإضافة كذلك. أيهم أكثر ذكر أدلة، الكشاف ولا المبدع؟ المبدع، نعم. كذلك فيها كلام أكثر في الحكم عن الحديث، قد يحكم على الأحاديث أحيانا، نعم. هذا لا تجده في الكشاف. طيب 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 ما في شيء للكشاف؟ لا
النقل في أنها قد روي عن 17 من الصحابة في المنهج عموما. أيما أكثر تفريعا، الكشاف ولا المبدع؟ والله في المبدع أكثر تفريع في المسائل، ما التفصيل يعني ذكر كم، يعني مس الذكر قد يترتب عليه مسائل. هل مثلا نجد أن المسائل التي ذكرت تحت هذه المسألة في المبدع إذا وجدناها ثلاث، هل سنجدها مثلا في الكشاف ثلاث أيضا؟ نعم نكمل المسألة، يعني قراءة جزء منها. إيه لعلكم. ها أيهما أكثر تفريعا في المسائل، الكشاف أم المبدع؟ ليس تفصيلا في المسألة، تفريعا، يعني فروع للمسألة كثيرة. أي نعم، في الكشاف القناع. يعني الآن الشيخة يعطيكم مسألة يقول يلا دوروها في المبدع، أعد المسألة لهم اللي في الكشاف. هذه في الكشاف، هل تجدونها في المبدع؟ ها ايش رايكم استخرجوها انتم، اعطيتكم اياها نسيتوها. الكشاف لانه مثلا يقول ببطنك او بظهرك او بحقك بفرج غير ذكر، بفرج غير ذكر. ها موجوده. طيب ليكن السؤال معلقا، وما أحب المعلقات لي. حاولوا تقرؤون أكثر من مسألة، يعني أكثر، ليس فقط مس الذكر. مثلا لا رجعنا اقرأوا في المبدع والكشاف ولنا ننظر أيهما أكثر تفريعا مو بتفصيلا. وهذه مفيدة أحيانا إذا أردت أن تبحث مسائل، أحيانا قد تكون المسألة غريبة نوعا ما، فحتى توفر وقتك من الأحسن أن تذهب للكتب التي تكثر التفريعات. وإذا أردت تفصيل في المسألة وتعليل تذهب إلى أي كتاب؟ اللي يعرض ويبسط، هذا يوفر عليك الوقت إذا أردت أن تبحث في المسائل، وخاصة إذا يعني أحيانا قد تكون مستعجلا، وأحيانا قد تكون باحثا. مثلا تجد باحث ينتهي من المسألة وأتقن ويضبطها في مثلا ليلة، وتجد الآخر بذل جهد ولا يعني ليس عنده قصور علمي، لكن يحتاج في المسألة مثلا أسبوع. ما الفرق؟ هذا يذهب أحيانا بعضهم يعني المتمرسين يذهب للمكتب مباشرة يأخذ الكتاب ويفتحه ولا يلمس الكتاب الآخر، مجرد لمسا. وحتى ترى في البحث الإلكتروني أحيانا يخرج لك مسائل ما يحتاج تنظر في الكتاب هذا، لأنك تعرف أنه لن يذكر. يعني أضربكم مثال يعني يقطع به مثلا، هل ستجد مثلا في كشاف القناع مثلا ستجد تريد مناقشة الحنابلة للشافعية، هل ستذهب للإنصاف؟ ستضيع وقتك. هذا مثال واضح. حتى فيما بعد مع الميراث ستجد عندك ملكة في الكتب وفي طريقة البحث فيها والقراءة، أنك تتوجه للمصدر اللي يتوقع وجود المسألة فيه مباشرة. فهذا خذوها، أيهما أكثر تفريعا يعني ذكر الفروع، كشاف أم مبدع؟ أحيانا تجيك مسألة مس الذكر يأثر كل الخلاف في الأقوال الأخرى، التعليلات، الأدلة، لهذا تفصيل في المسألة. لكن التفريع هذا مس الذكر يندرج تحته ثلاث مسائل أربعة، تجد أن هذا يذكر مسألة مسألتين والآخر يذكر خمس ست. وخاصة اللي عندهم البحوث الأكاديمية أحيانا تأتيك مسائل جزئية تحتاج وين أين الكتاب الذي ذكرها، وتجد بعضهم يقول لم أجدها مع أني قد بحثت مثلا مدة طويلة، والآخر يجي يقول وجدتها لأنه عارف وين يروح مباشرة. طيب لنبدأ في كتاب الغسل ونأخذ بسرعة المسائل. كما سبق أن ذكرت لكم ليس أنا أريد أن بعضكم وجدت أن البعض فهمني خطأ، ليس يعني ترك ذكر المعارف أو المعلومات في هذا الدرس إغفالا
أو عدم اهتمام بتلك المعلومات، لا أبدا. لو كانت الدروس اللي في المساجد دروسا في المهارة في المهارات لتوقفت وأعطيت درس في المعارف، لكن بما أن الدروس الأخرى موجود فيها ما شاء الله جمع من المشايخ يرصدون الأقوال ويفصلون وكذا، وأيضا أنتم يعني يفترض أنكم أيضا أخذتم متنا فقهيا قبل وتقرؤون، إذن أجعل هذا الشيء لمجال آخر. ولهذا أكرر، لا أريد أن يفهم مني أن المعلومات وكذا غير مفيدة أو غير مهمة، أصلا لا نستطيع أن نبني المهارات ونحن ليس معنا أدوات، وأدواتنا هنا هي المعلومات. ووضحت الفكرة جيد. موجبات الغسل، خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة، هل في خيار آخر غير دفقا بلذة؟ لا دفق ولا لذة. لا دفق ولا لذة. طيب أنا أتمنى بعض التفريعات اللي ذكرها الفقهاء في خروج المني أن يسأل فيها طبيب، هل هي يعني تفريعات واقعية؟ هل فعلا إذا انكسر الظهر قد يخرج ال؟ أنا ما أدري حقيقة، وقد عودتكم أن أقول في المسائل حصل حادثة لا أدري بسرعة. طيب هل يمكن أن يخرج المني دفقا أو عفوا يعني ممكن ليس دفقا وقد يكون بلذة؟ ليش يذكرون؟ طيب ليش يذكرون ثلاث خروج أو قد تكون أربعة، خروج ومني ودفقا بلذة؟ هل خروج قيد ولا بس كذا يعني؟ الخروج قيد. هل يمكن أن يكون دفق وبلذة لكن لا يخرج؟ نعم، هنا يأتي مسألة الانتقال، يقول لو انتقل لا يكون دفقا. ها بدي تحرر لي هالمسألة طبيا، الله يحفظك. أنا ودي أؤجل هذه حتى تقرأون جيدا في هذه. طيب الجماع في إشكال؟ ها والجماع موجود إذا جهدها، إذا جهدها، وإن أما إذا كان مجرد مداعبة حتى لو كان على يعني خارجيا حتى لو كان الفرج فإنه لا يوجب، لا بد من الجهد، جهد. طيب إسلام الكافر، الخلاف معروف في المسألة، ماذا ترجحون؟ طيب يقولون أمره أن يغتسل بماء وسدر، ما جوابك؟ طب أمره لواحد أمره للجميع، وعدم النقل لا يدل على نقل العدم. تماما. انتبهوا، رواية الصحيحين أنه اغتسل. أي نعم. والرواية الأخرى التي يستدل بها الصحابة الفقهاء الذين يجيبون أنه أمره أن يغتسل، في الحديث الآخر أمره أن يغتسل بماء وسدر. الحقيقة هذه ممكن قاعدة فقهية وفيها يعني أيضا لها ارتباط حديثي. الحديث أيضا في الصحيح من دون ذكر الأمر، والأمر ذكر خارج الصحيحين، تجنبه صاحب الصحيح. والحديث هذا في أمر عام ولا في أمر خاص؟ في أمر عام، يعني جل الصحابة احتاجوا لهذا الحكم لأنهم أسلموا حديثا. فهل يعني يحتمل مثل هذا الحكم أن ينفرد به بعض الرواة؟ هذا الراوي حتى وإن حسن حديثه في أحكام أخرى لا يتحمل تفرده في مثل هذا الحكم. وهنا يخطئ بعض من يشتغل بعلم الحديث من خاصة المتأخرين، ويأتي لك بمثل هذا الحكم ويجمع طرق هذا الحديث ويقول أنه قابل للتحسين. نعم قابل للتحسين لو لم يكن في أصل من الأصول. أما مثل هذا أصل من الأصول وصاحب الصحيحين أغفل هذه الزيادة ويأتي مثلا أحد الرواة الذي قد يحتمل تفرده في غير هذا الحديث في غير أصل من الأصول ثم يأتي بهذه الزيادة، فهذا مما يرد به بعض أهل العلم هذه الزيادات. وأنا أتمنى حقيقة بس ودنا نمشي في بعض القواعد الفقهية
أو الضوابط الفقهية، ودنا نأخذ يعني إن شاء الله لعله في المستقبل نأخذ بعض الأحاديث بزياداتها، ما الزيادة التي يعمل بها، ما الزيادة التي ترد، ولعل هذه إن شاء الله تأتي في التمارين المتقدمة. طيب الموت، يقول الموت يعني يغسل الميت بعد إذا مات يغسل. طيب الحيض، النفاس، كلها معروفة. إذن ما يحرم على من عليه جنابة، أو على ما يحرم على من لزمه الغسل، هذه إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم، مع أني أريد منكم أن تراجعوا مسألة خروج المني دفقا بلذة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.